خلال الفيسبوك اطلق واحد الشريط كيقول به بانه لن تنظف الشوارع الا بالدماء. هادشي علاش كيحكموا عليه الناس. هو كاستاذ كاطار كان خصو يكون قدوه باش يقول للتلاميذ هذاك من خلال هذاك الشريط اللي شنو الفيسبوك انه قال لن تنظف الشوارع الا بالدماء. هادشي علاش عاتبوا عليه الناس هذه الكلمه. ولكن شنو علاقته بالتلاميذ؟ انا لا اعرف. اما